ونحن هكا في هذه الأثناء زيارة فجائية وانا سعيد واقتحم علينا البلاتو وانا سعيد انه اقتحم البلاتو. سعيد اكثر علاش اقتحم البلاتو. فارس مونتاليست واحد من اهم واشهر المونتاليست في تونس والعالم العربي. فارس تحياتي. مرحبا مرحبا محمد. الحق فرحان برشا يكون هنا وانا جيت سبيسيالمون انسان معين. لا انا ثم الشخص ام احسن ام احسن بي ولا لا احسن لا خالد احسن انا يخافوا مني انا نقول لك احسن انا ما نجمونيش لا خاطر احسن سبيسيال هذيك جاء على خاطر معناها يعني مستهدفني والذي يستهدفني امور ثاني مش به ها نقول لك نحن نسين طارق رغم اللي انا معناها علاقتي مع السحره والمونتاليست والجماعه هذوك الكل ايوه علاقه يعني نشوف خلينا نشوف لشكون جاي مش شكون قصد طبعا عم حسن اكيد ما فيهاش كلام عم حسن يعني اذا العمليه مقصوده طبعاً. الجمعه هذه جبت لك مونتاليست الجمعه الجايه باش نجيب لك راقي 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 قلت جيب لي راقي جيب لي انت ترقيني لا ممكن يعني به هو نسخه ترقى لك اسمعوا ما درج عارفه ما قلتش انا فرحت في بالي يقول لك نجيب لك راقص قال اي فارس مرحبا اعطينا شنو بروجرامنا اليوم بروغرامنا اليوم مع محسن هذه ساعه ليك وحشه كبيره عم حسن مرحبا بسيدي خويا فارس الغالي كاينها فارس شوفك الاناقه وكل حضور خليه يركز خليه يركز خلينا نرتب مع العلاقه نرتب مع العلاقه فمش ما يعمل لي سوء باش يخرج الدنيا الاستهداف اللي عندك الكل باش يخرجه تو ساعه قبل اقرب الميكرو فارس قبل كل شيء ساعه شرف كبير اذا قاعد بحث سيد الرئيس ايوه حاجه شرف كبير لي انا باش يجيبوا لك المشاكل يا ولد السلطه السلطه راهو ما تحبش تكون يمزح بألقابها لازم تفهم السلطه العربيه خاصه راهو وبالذات راهو كتبزح معناها تاخذ لقب الرئيس او كذا او كذا انا مره حاكموني على هذا الموضوع في تونس في تونس ملاوين بربيش مزيان نحن في تونس احكي لي في عهد اخر عهد بورقيبه ايوه وقتها كان معناها ما عندكش الحق اما بعد ثم يعني شو ما عندكش الحق البشبوج المرزوقي قلنا فيه ما قلنا فيه اليوم رئيس قيس سعيد تسمع شو يقولوا عليه زاد وين تاعي الرئيس في البلاتو يا اخي وانت رئيس البرنامج عندي الحق حب السيد الرئيس في القصر يولي يستمع علينا ديما سي حسن هي رتبه هرميه اداريه اعلاميه لحد الان برافو عليك يا سيدي مبروك الريح وعينتك رئيس الحكومه دوامة بلوس شفتها إلى حد الآن إلى حد الآن هاي أعطيوني فارس هاي فارس أم حسن أباب قبليك شوية في الأوف طلبت منك أنك تخمن في حاجة حاجة تحبها نعم صحيح ولا صحيح وكتبتها وذولي ما شافها حتى حد نتصور تتصور أنت ما بيش تكون الورقة ولا حاجة أنا بصراحة قال لي ريت وأنا ما لها حتى حد أما أنت ملك بركش عندك يعني كاميرا خفية واللي عندك عينين يعني ترى من حيث لا نراه والجواب صحيح عندي حاجات يشوفوا وانت مش تشوفهم حسبنا الله ونعم الوكيل اما ثم اهم حاجه مهمه جدا ولازم نتاكد منها الحاجه اللي اخترتها حاجه نجم نقولوها في الراديو ما اخترت ما توريش لا ما توريش ابو رب اي تتقال في الراديو ما تنجم تتقال مثلا مش حاجه ما تنجم تتقال بعد نص ما عندوش شيء تتقال هو قال لي اعطاني الورقه ذي قال لي اكتب فيها حاجه اي ما كتبت حاجه تتقال حاجه تتقال نجم نقولها اوكي هذا هو ما تخلي عندك باش من بعد الناس في حاجه اخرى ما تعرف خلي قال لي اكتب حاجه تتقال ما تخرجناش في الورقه اي برافو عليك تحب نكتب له حاجه اخرى هذاك الناس خفتهم اي فارس سامحوني أما حسن مش لك شوية أسئلة توان تفضل حبيبي وعندك الحق تقولي الحقيقة ولا تكذب علي اي وعندي الحق نرفض الإجابة بيان سور تفضل والإجابة تكون سهلة خاطر تقول لي إي لا كهو بارا حبيبي اسكو الحاجة اللي خممت فيها بلاد لا الحاجة اللي قالها سيد الرئيس صحيحة تعرفش عليه قول لي تفضل على خاطر قال لي وعمل نفس الموفمون تاع راسه معناتها تي سانكرونيزي دونك الحاجه اللي قالها صحيحه كيفاش يقراها على قد النطق على قد الاشاره وبالتالي تمام التلاقي بيناتهم يعبر عن بالله عندك فارس المونتاليست يعني يقرا الاشاره وما جبتوش لك الحكم والله بالحق والله بالحق جا قرانا كمل لي نكملوا ايه تفضل حبيبي حاجه ملموسه يعني هي ملموسه وتنجم تكون مش ملموسه ومدسوسه لا تنجم معناها هي ملموسه هي ملموس يعني حاجه وكان لاحظت هو غزار الفوق على اليسار معناتها قاعد يتخيل فيها انه اسكو نجم تمس ولا لا دونك حاجه حقيقيه موجوده اذا كان هذه ملموسه تو باي كي تسمى باي تجيش ملموسه اذا الملموسه هي الحاجه دونك لهنا عرفت اللي خممت في انسان نجم كنت طفل ولا طفله صحيح خممت في اسم نتاع طفله لا لا لا
نفس الحكايه نتاع قبيلي كان ليه مع الموفمون دونك خمه في اسم تاع طفل عنده علاقه بك انت؟ ايه نفس الاشارات مع التاكيد يعني هي ضمن كلهم اسئله ايه اما تو صحيح لازم نعرفوا شنو هي الاسم اللي خممت فيه اي ما تفددنيش يا راهو سخنتني الله يهديك ميغالو ميغالو تستعملوا حاجه سهله برشا مش بعيد برشا مش بعيد خليوها هذه جبت شويه ورق ورق بيض باش نحاول انا نعرف بها الاسم نتاعك ولا انا جبت ها هذه شنو هي يا محسن فولار فولار واحد شيء قول لي ساعه تخاف ولا ما تخافش نايا ما كنت هاي البطولة ديما تدعي البطولة وما نبكيش وما نعملش تخاف ولا ما تخافش شنو البطولة تخاف ولا ما تخافش أو حاضر الأشياء الخوف من ربي أنا خاف من ربي ونعم بالله محمد محمد طالبي شيخي أنا قال ما خافش من ربي قاعد تباهت نايش فيه فاش يقول ولا العظيم والله غريبة ما سألتش عليها باه أما حسن مش ناخذ ورقة مش حطها هنا مش ناخذ ستيلو قال حب ربي هو مش قال قال ما خافش من ربي نحب ربي نحب ربي لانه يحبه اي لا الخوف ربي قال خلي يكمل لك فارس باش يخرج لك تفضل يا حبيبي امشي دوك حدينا ورقه وستيلو ها راقبوا بجاه ربي من غادي يا استاذ يا سيد الرئيس انا عندك الاخوات انا قلت شو منك طلب كنت ناس تحط يدك على كتفي هنا باش نحاول توا باستعمال الحاجه اللي قدك انت مش تشوفها اني نعرف شنو الاسم اللي اخترته اقرب شويه الميكرو يا فارس دونك بالحاجه اللي قدك مش تشوفها باش نحاول نعرف شنو الاسم اللي اخترته ما انت حد شايفه داي كوتش نحبك تخمم في عم حسن نحبك تخبي في عم حسن بالكدا بسم الله الرحمن الرحيم اي برا فارس اي ايوه اذاعه يا فارس شوف الورق شوف تراه تراه شوف الورق شوف الله واو تحرك الفولاغ يا لطيف معي انت يا لا هذه فرجه باش يتعدى معك يا خالد الشيره لازم يتفرجوا جماعه ايوه باش يشوفوا واش قاعد يصير سيء شنو صار أغمي عليه أغمي عليه أما حاجة من عاش من قبلك تحرك وحده هذولي هي دي متحركتش كوتشة وشي يطلع وحده استوديو مسكون أوب استوديو أما حاجة تكتبت هنا باش نوريها للكوتش وسيد الرئيس ولا حد شيء درا نشوفو سيلونس عم حسن نحبك لأول مرة تقول لي شنو هو الاسم اللي اخترته؟ نجم نشوف معاك؟ عم باش نوريه الكاميرا؟ ها نوريه الماء بطبيعة نجم كان تحب ما يسالش ايوا لا قولوا في الميكرو قولوا لنا في الميكرو خلي الناس اللي يسمعوا فينا يعرفوا زاد ايه قولوا لنا في الميكرو سي حسن مالك 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 اه لا مانيش مصدقه لا لا ها الورقة طلع هو شنو مالك؟ مالك الجارسي الموعد نتاع خاطر انا غدوة عندي موعد معاه اي وماو لانه ليلة عندي جلسة مع كيفاش تكتب جلسة مع الكابتن يعني نحلوا الاوضاع يعني معناها الرياضية ايش رايك في اللي صار؟ موعد معاه انا اعطيني من بعد احكيو اعطيني شو اللي صار؟ هذا الاسم اللي اخترته عم حسن مالك كان شفته هكا مكتوبة قبل الرعشة وانا ما هو مالك زاد هو علاش قلت له محسوس ومش محسوس مالك حارس الجنة حارس الجنان تو انت ما ابهركش كيف طلع الاسم وكل يا ودي انا هذاك عندي مش كيفاش تكتب الاسم نو نو انا عندي تاويل واحد في هذا الموضوع ما نحبش نقوله اي اللي هو التاويل اللي الستيلو اللي كتبت بيه اي له ذاكره لا لا بالحق صح صح انا نقول لك الستيلو اللي كتبت بيه انا له ذاكره معلمه هو يقود والله ما فماش انا يلزم نفسرها عقليا اللي كان فسرها والفولارة اللي طلعت اللي كان فسرهاش عقليا السيد هذا على بركه عظيم والسلام عليكم ليه وراها مكتوبه بالرعشه نتاع الكوتش كنشوفها ميك مكتوبه بالرعشه راه ماذا كتبها الكابتن ظهر لي كتبها الرعشه نتاع الكابتن انت كتبتها اكو وقت اللي تحركت الامور غادي ايوه يا سبحان الله يا سي شوري ربي يغفر له داخ داخ راهو خالد التوت اجى الميكرو يا خالد اسمع بالحق انا كنت نعرف هذه يشدوا بها برشا قضايا في امريكا كي يبحثوا في واحد ساعه يبداوا يشوفوا في ليجيست نتاع قال ولا ما قالش بلا مالك شاف لحبهم اما هذه اللي طلعت وكتبت
اما لا يا الله اي نحكي لك تعديك حتى يدو عليك الكابتن تنجم تتعدى له الفاز سيد عديت له هي سيد أيوة. كان الكادو نتاع الكابتن اليوم مش تولي تشوف يا خالتي اخويا مش تولي تشوف تشوف حاجات زاده مش فارس المونتاليست يعطيك الصحه صديقي شكرا ليك فارس يعطيك الصحه والله يا برافو زياره على السريع ساعتنا الاولى وفات